الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. الدرس الثاني عشر. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعدل والتمييز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. وهذا مجلس في دروس المهمة لعامة الأمة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه بصحبة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد أن انتهينا من نواقض ومبطلات الصلاة، المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن شروط الوضوء. وربما الترتيب عند الفقهاء بخلاف ما ذكر المصنف، لكن المصنف رحمه الله في كتابه هذا الماتع وفي هذه الرسالة لم يشترط منهجا معينا فيها، إنما جعلها لكي تكون لعامة أمة الإسلام ولعامة أهل القبلة. وإلا فإن الوضوء يسبق الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة الطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال: الطهور شطر الإيمان. ففيها معنيان: قيل الإيمان هو بمعنى التوحيد، وقيل الإيمان بمعنى الصلاة، لأن الله يقول: ما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل ابن جرير وغير واحد قال: أي صلاتكم. على كل حال، هذه الترتيبات لا تقدح ولا تؤثر في ما نحن فيه. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا الشرط الشين المثلثة المعجمة والراء المهملة والطاء المهملة، معنى لغوي صحيح يدل على العلامة. الأصل في هذه المادة الشين والراء والطاء تدل على العلامة، فإذا جاء أشراطها يعني علاماتها، والشرط يجمع على أشراط ويجمع على شروط. ومعناه في الاصطلاح ما يكون من عدمه العدم، ولا يكون من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد فليس شرطا أن يعدم أو أن يوجد المشروط، كما سنذكر الآن. والشرط غالبا هو كل ما يؤثر في العبادة ويسبقها صحة وبطلانا. فالآن نتكلم عن الوضوء. الأصل في الوضوء من الوضاء، والوضاء بمعنى النظافة والنزاهة والجمال. فالمصنف رحمه الله سيتكلم عن الشروط التي لابد من توافرها ليش؟ للوضوء. فقال المصنف رحمه الله: أولها الإسلام. إذن الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله. أسلم يسلم إسلاما بمعنى أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما يكون من العمل. ولذلك جعلت هذه الصيغة هي التي يعلم بها المسلم الجديد إذا دخل في الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله تقدم معنا في أول هذه الرسالة المباركة وما فيها من النفي وما فيها من الإثبات، وذكرنا شروطها: العلم والانقياد واليقين والقبول، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والثامن هو الكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى أو من رضي أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فوجود الإسلام هنا شرط لصحة الوضوء. فلو توضأ غير المسلم
ما قلنا في الشرط وش معناه؟ ما يكون من عدمه العدم. لو عدم الإسلام وتوضأ ما صح وضوءه. طيب، ولا يكون من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واحنا الآن مسلمون، هل أنني مطالب أن أتوضأ في كل وقت؟ وضحت هذه الأمور. ليس مطالب ذلك على الوجوب، إنما مطالب ذلك في الوجوب إذا أردت أني أصلي أو أن أستبيح العبادة من الطواف وما أو تلاوة القرآن وغيره مما يقوله أهل العلم. الإسلام والعقل لما مر معنا كثيرا وذكرناه في الصلاة، لأن المجنون لما نقول العقل دائما يا إخوان المباركين، الأمور لها معرفات ومحددات. المعرف الآن من شروط الوضوء الإسلام، فاحترز منه هنا غير إيش؟ غير المسلم. طيب، العقل فاحترز إيش؟ المجنون. لماذا؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وذكر قال: وعن المجنون حتى يعقل. المجنون حتى يعقل. فلو توضأ المجنون ما أجزأه ذلك في أمر عبادته وفي أمر صلاته. وهناك عندنا شروط، من الشروط ينقسم إلى نوعين: شروط صحة وشروط إجزاء. شروط الصحة وشروط إجزاء. ما معنى شروط الصحة؟ يعني لابد من توفرها لتصح العبادة، وشرط الإجزاء لابد من توفره لتبرأ الذمة عند العبادة. فالإسلام هنا شرط إيش؟ شرط صحة. فلو توضأ غير المسلم ما صح وضوءه، ومن باب أولى ما صحت إيش؟ صلاته ولا عبادته. طيب، الإسلام والعقل والتمييز. وهنا قال: عمر التمييز يبدأ من متى؟ قيل عند المحدثين يبدأ من العام الخامس، ولذلك روى البخاري من حديث محمود بن الربيع في كتاب الوضوء قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر لنا توضأ منها، وكان عمري 5 سنين. فقالوا: ممكن 5 سنين هنا له أن يتحمل وله أن إيش؟ أن يؤدي. له أن يتحمل وله أن يؤدي. طيب، قالوا في الدخول على النساء، قالوا: كل ما أخذ يصف المرأة لا يصح أن يدخل عليه على النساء، لأنه يميز الآن ويصف، يخرج يقول طويلة قصيرة بدينة إلى غير ذلك. طيب، في مسألة الصلاة، قالوا هنا في مسألة الصلاة نرجع لما عند أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فجعلوا أسنان التمييز من السابعة وقيل من العاشرة. طيب، هل قبل ذلك الطفل ما يعلم؟ لا، ما في مانع أنه يعلم. وهنا وقف أيها الكرام المباركون، حقيقة إن كثيرا من الإخوة الفضلاء يأتي بالطفل إلى إيش؟ إلى المسجد فيؤذي عباد الله. وأذكر مرة من المرات كنا في المسجد نصلي، وإذا برجل يأتي بطفل دون سن التمييز، فماذا فعل الطفل؟ شال الميكروفون وأبلش الإمام. وآخر أحد الأكابر الفضلاء عنده بظروف، مسكين مسوي عملية، وجاء ذاك الطفل والرجل راكع الآن وسحب الكرسي من إيش؟ من خلفه. فالحمد لله إن كان جاء رجل كبير داخل المسجد راح زجره ورجع الكرسي، وإلا كان طاح طيحة الآن رفعناه على العناية الفائقة المركزة الACU إلى غير ذلك. نقول أيها الكرام الفضلاء: لا مانع، والقصص كثيرة، لا مانع. منهم من أتى من الأطفال ولم ربسن حفاظها ولا شيء، ظن أنه كالأعراب اللي هو حديث أبي هريرة وقضى حاجته في المسجد. أي والله يا أخوان، والذي رفع سبعا وبسطها مثلهم. ولو أردت لكم القصص لطال من المقام، لكن يكفي سوارا أحاط معصما
ويكفي قلادة زينت جدعونك. فالآن ما في مانع تأتي بأبنائك أخي مبارك، ما يقول لك ما تأتي. وبعض الناس يستدل بحديث إيش أمامة، ما في مانع، لكن خذ الحديث كله. النبي لما شال أمامة سابها كده تلف في المسجد وتؤذي، ولا كان إيش حاضنها، وكلما سجد وضعها، وكلما قام رفعها. أنت جبت لنا بزوجتك وفلتهم في المسجد، وفي بعضهم حولوا المسجد في بالذات في رمضان. الله يبلغنا إياكم رمضان، باقي أقل من 75 يوم، الله يبلغنا إياكم رمضان. تلقى في التراويح إذا كان المسجد غير ممتلئ متحول مؤخرة المسجد مباريات كرة قدم ومصارعة وملاكمة واستغماية وهيضا سيك وجري. صح ولا مو صحيح؟ صح ولا مو صح؟ طفشت الأم في البيت قالت خذ ابنك معاك المسجد، ترى أنا طول النهار جالسة أنفخ وأطبخ وما افتكيت منكم من ضيوفك. ولا جاءت الأم وفقها الله هي كمان تصلي في المسجد وسابت البزورة جالسين، حول المسجد إلى ملعب من ملاعب إيش؟ من ملاعب الحارة واستغماية وكرة إلى غير ذلك. لا يا أخي المبارك، أوردها سعد مشتملا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم تأتي بأطفالك الله يوفقهم، وهذا الذي نريد، نريد أن أبناءنا يكونوا في المساجد ويملأوا المساجد، هذا الذي تسر به العين. لكن عليك أن تقيم السنة في ذلك، تخلي ولدك إيش بجوارك، فإن وجدت منه أذية بعد ما تغلق الصلاة على طول خده واطلع ودي البيت وتعال كمل التراويح، تعال كمل بقية إيش، تعال كمل بقية الصلاة، لكن لا تتركه يؤذي فين، يؤذي في المسجد. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر عند أهل السنن، وإذا بالحسن أو الحسين يخبان ويقعان فنزل من المنبر وإيش وشاله. هذه الآثار التي نتكلم فيها في مسألة هذه جزاكم الله خير، هذه الآثار يا أخواني المباركين. وإذا بالحسن والحسين يرتحل النبي عليه الصلاة والسلام، فيطيل النبي السجود بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصحابة ظنوا أن النبي قبض عليه الصلاة والسلام. بعدين قال إن ابني هذا ارتحلني ثواني مثل الراحل. يقول ابن حجر قال فنعم المرتحل ونعم الراحل. اللهم صل على ابن القاسم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن انتهى وما المثني عليه وكبر، إذا الله أثنى عليه يزكيه. كفاه بذا فخرا من الله أكبر. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بنفسه، فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره، كما طال برد الماء للكبد الحرة. لماذا لا تدمن الصلاة على النبي؟ أفضل من الغناء والغيبة والنميمة والوقوع في الناس. أدم الصلاة على النبي اللهم صل. كنت جالس مش تضيع الواحدة بعشرة والعشرة بمئة، وإن جعلت كلها صلاة عليه عليه الصلاة والسلام كفيت الهم وغفر لك إيش؟ ووفض لك الذنب. اللهم صل على ابن القاسم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال فخشيت ان اعاجله، ان انا اقوم حتى يقضي ايش؟ حتى يقضي حاجته. طيب التمييز هنا شرط صحه ولا شرط اجزاء؟ هاي مشايخ شرط اجزاء، والا لو صلى غير المميز صحت ايش؟ صلاته، لكنها لا تجزئه وما هم طلب فيها. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة وليدا، قالت لما غسل الرضحاء في الحج، قالت هلا يا خل يا هذا الذي كنا نتكلم، حياك الله. الجواء البيان بالعمل، اللهم أنبته نباتا حسنا يا رب العالمين، وأقر به عيني ولديه والمسلمين، واجعله نافعا يا رب العالمين، احرسه من العين والأذى والضر، اللهم بارك أبناءنا وأبناءنا. طيب لا مانع من الإحماض في الجلسة، هكذا يقول ابن عباس، قال إذا وجدنا يعني شائموا قال أحمضوا أحمضوا، إيتون من ملح العرب، فكيف وقد أتت الملحة وحدها دون أن نطلبها، هذا فضل من الله عز وجل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الروحاء، الروحاء بئر على طريق المدينة إلى مكة، منطقة عرفت ببئر فيها، فلما شافوا قالوا من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا أنت مين؟
قال أنا رسول الله. شوف شوف التواضع، ما قال ما تعرفوني، أنت ما تعرفني لما قال لهم رسول الله. هذا الإجابة. فرفعت إليه امرأة وليدا قالت يا رسول الله لهذا حج، تبغى فتية الآن تبغى إجابة، فأجابها بجواب اسمه جواب الحكيم، قال نعم ولك ولك أجري. لو قال نعم قل أنسب صح، إجابة كاملة وانتهت، لكن لا قال لها ولك أجري، يعني اصبري على الأذى الذي سيأتيك منه، غير حفاظه والبس حفاظه والولد بال على نفسه كذا، وكمان يهيجها إلى إيش؟ إلى تحمل ما يكون من الصغير ورعايته أثناء فترة إيش؟ الحين مرات مرات تكون حربتك معك تبلشكي في الحي صح ولا، وترفع صوتك طفشتينا وانت ايش طلبات كثيره وتفكر منك هذه حجه ما هي مقبوله وتكرهها في حياتها سبحان الله، تتمنى حجه مع ولا تحج معه. النبي يقول لها ولك اجر عليه الصلاه والسلام هذا حج. فهنا صح حجه لكنه لا يجزئه، فالتمييز هنا شرط ماذا؟ شرط إجزاء وليس شرط صحة. نتوقف عند هذا القدر، هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، أعنى الله على ذكره، ونكمل في المجالس القادمة. اللهم وفقنا لكل خير، وأعنا على كل بر، ونجنا وإياكم من كل سوء والشر. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وأعنهم على كل بر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم انصرهم في الشام والعراقين وأراكان وفلسطين، فوق كل أرض وتحت كل سماء، وفي اليمن، وانصر جنودنا وسدد سهامهم ورميهم، نجينا من الفتن يا رب العالمين. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك أبناءنا وذرياتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعطي كل أيما زوجا صالحا نافعا، وأعطي كل عقيم ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء عظيم الرجاء واسع العطاء. اللهم لا تقلبنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعل تحت الستر عملا صالحا، اللهم احسن خواتيمنا يا رب العالمين، وامتنا ميتة تحبها وترضى عنها في موطن من مواطن ترضاها وتحبها، انك على كل شيء قدير. اللهم ارحم ابائنا، اللهم كان من حين اطلع امرأة على الطعام، من كان منهم ميتا فاجعل مثله جناتك جنات النعيم. اللهم ان بيننا من متلبث بذنب لا يعلمه الا انت، اللهم اجعلها ساعة توبة، اللهم اجعلها ساعة توبة وأخبة ورجعة إليك يا رب العالمين. تم الكلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا حقونا وأخذ أخذ دعوانا. الحمد لله رب العالمين.